اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، بهذا الفيديو رح احكي فيه عن تفاصيل الحصول على الاقامه الدائمه في هولندا والمسماه في اللغه الهولنديه ازيل أم ببلد تايد. بدايه سنبدأ نبدا أنه باول تفصيل وهو الشروط. شروط الحصول على الاقامه الدائمه. الشرط الاول لديك تصريح اقامه لجوء مؤقت لمده خمس سنوات. وايضا كثير مهم انه يكون تصريح الاقامه لا يزال ساريا اذا تقدمت بطلب لمده غير محدده اي اذا تقدمت بطلب للحصول على الاقامه الدائمه. الشرط الثاني السبب الذي منحك اللجوء لا يزال قائما يعني السبب اللي انت على اساسه اخذت فيه اقامتك في هولندا يكون ما زال شغال. الشرط الثالث انت مسجل في قاعده بيانات السجلات الشخصيه والمسمى في اللغه الهولنديه بي ار بي لمحل اقامتك. في البلديه وطبعا انت ما عليك انك تاكد هي المعلومات اللي دي راح تتاكد من هذا الشيء بنفسه الشرط اللي بعده لديك شهاده الاندماج او الاعفاء من اللغه الهولنديه والشرط الخامس لم تقدم معلومات غير صحيحه او معلومات مخفيه كانت ستسمح لي برفض طلب اللجوء الخاص بك واخر شرط أنت لا تهدد النظام العام أو الأمن القومي في هولندا طبعا هاي الشروط إذا أنت كنت محققة إذا أنت أصبحت جاهز الآن لتقدم على الإقامة الدائمة طيب طريقة التقديم على الإقامة الدائمة للتقديم على الإقامة الدائمة في أمامك طريقتين أما أنك تقدم أونلاين من خلال حساب الدخدي أو أنك تقدم يدويا وترسل الطلب بالبريد عبر البوستن ال الى الي ان دي التفصيل الثالث ما الذي يحدث بعد تقديم الطلب سوف تتلقى رسالة عندما تتلقى الـ E&D الطلب الخاص فيك يشير هذا إلى تاريخ تلقي الـ E&D الطلب وكم من الوقت لدى الـ E&D لتقييم طلبك وهذا ما يسمى بفترة القرار يعني انت بعد ما ترسل الطلب ويجيك بريد تاكيد باستلام الطلب من الاي ان دي الان انت بدات بعد ايام مرحله انتظار القرار. تمام ايضا بعد استلام هي الرساله سوف تقوم انت بتحديد موعد على الانترنت لكي تقدم معلوماتك من صوره شخصيه وتوقيعك الخاص فيك والبصمه. وبعدها سوف تتحقق الاي ان دي من اكتمال الطلب وما اذا كنت قد دفعت الرسوم احتمال كثير ضعيف هل مستندات مفقوده وغير صحيحه ثم سترسل لي ان دي بريدا يشير هذا الى المستندات التي لا يزال عليك ارسالها ويجب ان ترسل المستندات الناقصه خلال فتره تحددها الي ان دي ولكن في ملاحظه جدا مهمه بسبب فيروس كورونا من غير الممكن تحديد الموعد اونلاين دي e سوف تتصل بك لتحديد الموعد في عندنا سؤال جواب السؤال الاول ما الذي يحدث بعد صدور القرار سوف تتلقى رساله من دي e لكي تذهب وتستلم الهويه الجديده بعد تحديد موعد اونلاين او بتصطفيك فيك بسبب فيروس كورونا السؤال الثاني كمان هل يحق للطفل اقل من 18 عاما التقديم على الاقامه الدائمه؟ تستطيع التقديم لطفلك على الاقامه الدائمه اذا ولد في هولندا والتقديم حصرا كتابيا وغير الممكن اونلاين. هون نحن بنستنتج معلومه كثير مهمه. الطفل اللي اجى مع ابوه يعني ما انت جبته لمشمل فهو اخذ اقامه مع تاريخ انتهاء اقامتك فانت لازم تقدم له على الاقامه الدائمه لما انت بدك تقدم. وايضا اذا رب العالمين اكرمك في طفل وانت مقيم في هولندا ولو هذا الطفل فورا بياخذ اقامه على اقامتك ولازم انه انت تقدم له على الاقامه الدائمه لما انت بدك تقدم. الان رح انتقل لفيديو انا وياكم نشرح فيه اليه التقديم على الاقامه الدائمه اونلاين. اذا الان لتقديم على الاقامه الدائمه اونلاين رح نتوجه انا وياكم لموقع لي ان دي بنت ان ال. وبعد ما تفوت على موقع لين بتروح على قسم الأزيل وبتنزل عند أزيل أم ببلدة تايت بس تضغط على هذا الرابط راح يطلع أمامك هاي الصفحة طبعا راح تلاقي هون على إيدك اليمين فيديو باللغة الهولندية بيشرح آلية التقديم لذلك نحن راح نعمله باللغة العربية هاي الشروط والمعلومات اللي احنا حكينا فيها ننزل للأسفل لعند أونلاين أنفراخن وحكينا لحتى تقدر أنك تقدم على الإقامة الدائمة أونلاين لازم يكون عندك الدخيدي جاهز وأموره تكون بخير بضغط بهذا الشكل على أونلاين أنفراخن راح يتوجه لصفحة لي إن تمام الآن راح تلاحظ بعد من الملاحظات والمعلومات نضغط على فورخنده عم بأكد لك إنه لحتى تقدر إنك تتابع بهذا الطلب لازم يكون عندك الدخيدي. نعطيه فول خندا وبوجهك فوراً لصفحة دي إنت الآن لتقوم بتسجيل الدخول في أمامك طريقتين، إما عن طريق التطبيق أو عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر. أنا رح فوت عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر. هون بتحط اسم المستخدم تبع الدخيدي. طبعا بعد ما بتحط اسم المستخدم وبالخانة الثانية بتحط كلمة السر بتضغط تضغط على اللوخن هو رح يبعث لك كود لازم انت تحطه مشان تقدر انك تكمل تسجيل الدخول. طبعا بيبعث لك اياه على رقم الهاتف. طبعا احنا بعد ما حطينا الكود بنضغط على فول وهيك رح نتوجه فورا لبداية التقديم على الاقامة الدائمة. اول شيء رح يعطيك معلوماتك الشخصية وانه انت بحق لك انك تقدم على الاقامه الدائمه انه شو صار وقتك وحكينا نحن ايمت لازم انك تقدم عليها بعد ما نتاكد من المعلومات الشخصيه نضغط على فولخند الان بهي الصفحه رح يطلب منك انك تختار على شو بدك تقدم بالضبط في عندك نوعين اما بتقدم على الاقامه الدائمه او تعمل تمديد لاقامه الخمس سنوات اللي هي الان موجوده معك ايمت هذا الخيار تبع التمديد نحن بنستخدمه اغلب الناس اللي صارت مقيمة في هولندا من خمس سنين وصلت لبعد خمس سنين تقريبا او لحد الخمس سنين ولكن مثلا ما معها لا شهادة الاندماج في اللغة الهولندية ولا معها شهادة الافاء فهي فينا تعمل تمديد لإقامة الخمس سنوات وبيأخذ خمس سنوات اخرى ولكن نحن الان راح نختار الخيار الاول اللي هو التقديم على الاقامة الدائمة بنحط هون اشارة ومنضغط على فل الان بيطلب منك تحط الكونتاكت في خيفنز اللي هو رقم الهاتف والايميل طبعا انت بعد ما تضيف رقم الهاتف والايميل بدي بس نوه لشغله كتير مهمه رقم الهاتف جدا مهم يكون رقم هاتف فعال لانه الان في ظل ازمه الكورونا ومع زياده الضغط على ال ان احيانا هن عم بيقوموا بالتواصل مع الشخص مشان يكمل وراءه او مشان يجي ياخذ الاقامه تبعه فكتير مهم انك تحط رقم هاتف صحيح اما استخدام الايميل راح يكون هو فقط لارسال دليل انه انت قدمت على الاقامه الدائمه وهذا البريد بيوصلك بعد نهايه تقديم الطلب طيب نحن بعد ما حطينا رقم الهاتف والايميل بنضغط على فول خندق نرجع نتاكد لحد الان انه من معلوماتك ونوع الاقامه وسائل التواصل معك بس تكون صح تضغط على فور الآن رح نبدأ بموضوع جدا مهم الفير كلارينج اللي انت لازم انك تأكد عليه شو هو هذا الفير كلارينج اي شخص في هولندا اذا كان عنده سجل جرائم او محكمة او عقوبات اضطر يروح فيها الى محكمة اخذ فيها يعني حكم محكمة فهو ما بيكون قادر 100% انه يقدم على هذا الطلب اونلاين اما اذا انت ما عندك مشاكل ففينك تقدم اونلاين وتتابع بشكل طبيعي بهذا الخيار اللي هون عم يسالك انك تتاكد ان الملف اللي هن حاطينه اللي له علاقه بشو بسجل السوابق الاجراميه مثلا فطبعا انت على اساس تقراه فهمته طبعا اذا انت ما عندك اي مشاكل تضغط عليه بهذا الشكل انه انت شو قراته الان هو راح يسالك هل يا ترى من اللي موجود ضمن هذا الملف في شي منه بينطبق عليك في شي حاله من الحالات بتنطبق عليك طبعا اذا انت ما عندك اي مشاكل سابقه وما عندك اي شي تضغط على كلمه ني بهذا الشكل وبتعطيه فول خندق الآن السؤال اللي بعده هل يا ترى أنت عدت خارج هولندا أكثر من أربع شهور بكل بساطة رح تقول له ني بختار كلمة ني بهذا الشكل بتعطيه فولخندا الآن عم يطلب منك شهادة الانبورخرينج إذا كانت الشهادة معك تضغط عليها وإذا كان معك أعفاء تضغط على ني وفي الحالتين أنت مطالب أنك ترفق ملف بي دي اف يعني أنت ساحب صورة الشهادة على سكانر أو ورقة الأعفاء على سكانر ومجهزها على جهاز الكمبيوتر عندك الان انا بهي الحاله الامامي راح اختار ني انه انا ما معي شهاده امبورخرين فلاحظ فورا هو راح يعطيني انه يا تعطيني مستند فانا راح اعمل له ابلود بضغط على سيلكت يور ايمبستاند فبيفتح لي فورا مكان الملف اللي انا حاطه بس اخترت الملف وقلت له اوكي اتحمل الملف مثل ما انت شايف على موقع لي اندي وينصح دائما ان يكون الاسم بدون فواصل يعني حاول تسمي الملف باسم بلغه هولنديه وبدون فواصل طيب نحن بعد ما حملنا الملف بضغط على كلمه فولخندا تمام فهو الان راح يعطيني اني اتاكد من جميع المعلومات اللي انا حطيتها بترجع انت بتعمل نظره سريعه وبتضغط على فولخندا كمان بيعطيني كنترول أخير لكل المعلومات والبيانات اللي أنا حطيتها بتحط له عند أندر تيكنن إشارة صح وبتعطي فول الآن عم يطلب منك مبلغ وقيمته 174 يورو تضغط على أفروندن بعدين تضغط وبيحولك مباشرة بدون ما تضغط انك تختار البنك تبعك وبتم عملية الدفع بعد ما تقوم الان بعملية الدفع هو رح يوجهك بشكل اوتوماتيكي لموقع الين دي e وفيناك انت بعدين تعمل داونلود بي دي اف لحتى تنزل الطلب اللي انت نزلته وهيك بيكون التقديم على الاقامة الدائمة وبس تخلص تضغط على اوت والآن مع نهاية حلقتنا لليوم بتمنى تكونوا استفدتوا من جميع المعلومات الموجودة في هذا الفيديو وإذا في حدا عنده أي أسئلة أو أي استفسار بتمنى أنكم تكتبوه في التعليقات وأنا راح أعمل جهدي أني أجاوب على الجميع وأتمنى منكم أنكم تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتشتركوا بصفحتي على الفيسبوك مشان تتابعوا آخر الأخبار شكرا كثير لكم يعطيكم ألف عافية